ورحب بكل مشاهدين داخل وخارج أرض الوطن وعلى قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية. في البداية رمضان مبارك سعيد، كل عام وأنتم بألف خير. سنتابع بعد خليل مباراة كبيرة، مباراة ودية دولية ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب البرازيلي مصنف أول عالميا، منتخب السيليساو، في ضيافة أسود الأطلس المنتخب المغربي الذي حقق إنجازا كبيرا في مونديال قطر بإنهاء المنافسات. رابع العالم سيكون بعد قليل في ضيافة هذا الجماهير وهذا الحضور الكبير للجمهور المغربي. يمكن نقول بأنه منذ ساعات طويلة، بل هناك عدد من فضل الإفطار هنا بالملعب الكبير بطنجة من أجل المتابعة ومن أجل مساندة العناصر الوطنية والمنتخب الوطني المغربي. كما قلت حضور جماهيري قياسي، حضور سيد فوزي الخجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي تبناها عبر الصورة، وهذا الحضور كبير أولا لقيمة الحدث، وثانيا لأنه كما قلت يأتي ظهور الأسود بعد الوجه المشرف بكأس العالم والوصول للدور النصف النهائي، وكان الخروج بصعوبة أمام حامل كأس العالم لمرتين المنتخب الفرنسي. هي مواجهة نقول بأنه عنوانها إذن الحب والارتباط والعشق لألوان الوطن، كما أنها تحمل في طياتها المزيد من التفاني وتبليل القميص والتمثيلية اللي إن شاء الله دائما بغوا تكون مشرفة للمنتخب المغربي في كل المحافل الدولية والقارية والعالمية. منتخب البرازيلي، منتخب سيليساو اللي يمكن نقول بأنه خفت بريقه خلال المونديال الأخير بعد الخروج اللي كان من دور ربع النهائي أمام منتخب كرواتيا بضربات الجزاء، خروج كان من تداعياته فك ارتباط بالمدرب تيتي، والمدرب رامون مينيزيس هو من يتحمل قيادة الآن المنتخب البرازيلي ولو مؤقتا برهانة كبرى إعادة الفريق البرازيلي لمكانته العالمية وتخدمة جديدة على مستوى التركيبة البشرية، كذلك منح الثقة لعدد من اللاعبين الشباب خصوصا الذين توجوا مع رامون بكأس كوبا أمريكا الأخيرة التي أقيمت بكولومبيا. نتابع هذا الصورة، نتابع هذا الحضور، والكرة الآن لفيدة المنتخب الوطني المغربي نيف أكارد على مستوى الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي. تقريبا التشكيلة اللي تابعناها بنهائيات كأس العالم، ولو أن وليد الكناكي اختار بأن إذا سنتابع هذه الكرة الثابتة أشرف حكيمي وحكيم زياش. حكيم زياش كيرفع الكرة، فرصة 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 وخروج الحارس. حكيم زياش كيتظاهر المساندة إمكانية تمرير في الجهة اليسرى عند سفيان بوفال، بالفعل سفيان بوفال فرصة تمريرة زياش تسديد وتدخل تدخل الدفاع وإبعاد الكرة، كانت فرصة لبعيدة المنتخب الوطني المغربي. حكيم زياش اللي بحث على تسديد، فينيسيوس جونيور كيمرر في الجهة اليسرى عند لوكاس تورينتينو، خطيرة فرصة خطيرة لفائدة المنتخب البرازيلي، كرة مشات فوق المرمى، أبرز محاولة لفائدة المنتخب البرازيلي. سنتابع هذه المحاولة التمريرة، كان هناك وضعية تسلل تدخل، كذلك خروج تنبني عن الانفتاح الكبير بين قارة إفريقيا وأوروبا في الوقت، وهذه المحاولة لممثل القارة الأمريكية الجنوبية منتخب البرازيل تدخل واسترجاع الكرة. غانم سيس نتابع هذه المحاولة مرة أخرى من الجهة اليمنى، عز الدين أوناحي مرة أخرى لبلال الخنوس، تمريرة لأشرف حكيمي عند حكيم زياش. زياش تمريرة فرصة لدى المنتخب الوطني المغربي نصير مزرعة، ولكن رياض لاعب فريق برشلونة في الوقت بدل المحاولة لدى المنتخب الوطني المغربي. لا كرة طويلة، كرة طويلة، كرة خارج أرضية الملعب، كتخرج خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى اللي فائدة عز الدين أوناحي. حكيم زياش تمريرة ممتازة، فرصة لعدة المنتخب الوطني المغربي، أوه يوسف صيري، فرصة 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 فرصة، أوه مرت جانبا، فرصة الهدف مرت جانبا بواسطة نصير مزراوي هو اللي كان وراء الكرة الأخيرة. تمريرة ممتازة لنصير مزراوي، خدع الكرة بالصدر كما سنتابع، لاحظوا تمريرة والقراءة الممتازة لمساحة الملعب، نصير مزراوي خدع الكرة بالصدر، يسدد كرة ما مشاتش بعيد من القائم الأيسر لمرمى الحارس ويفرتون، أبرز فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. كذلك ازدواجية على مستوى الأضواء، خطيرة 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 خطيرة، ولابد من إبعاد الكرة. ياسين بولو كنقول بأنه كفر على الخطأ اللي قام به، لأنه كانت تمريرة خاطئة، تمريرة بهذا الشكل أمام اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي ما يمكن إلا تكون في الشباك. كنقول بأنه الضغط ديال الجمهور كان كيواجه نيف أكارد البحث عن الضربة الرأسية، لعبت كرة دائرية، فرصة خروج الحارس ويفرتون الذي يتدخل ويبعد الكرة، يتم بالمئة للمنتخب الوطني المغربي. كرة طويلة، أشرف حكيمي، خروج ياسين بولو، خروج خاطئ، خروج خاطئ، والهدف
خروج خاطئ والهدف الاول لفائده المنتخب البرازيلي. الوقت هناك وضعيه تسلل، اذا هناك وضعيه تسلل، هناك وضعيه تسلل في الوقت اللي الحكم كيطلب من اللاعبين البرازيليين انه ينتظروا، وقوي بالنسبه للعناصر الوطنيه. اذا هناك تسلل، اذا هناك وضعيه تسلل، هناك خطا للمنتخب الوطني المغربي، يمكن الغاء الهدف ديال فينيسيوس جونيور. كان المنتخب البرازيلي تم المحاوله، او بوفال، فرصه 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 فرصه، او بوفال، او هدف، هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه سوفيان بوفال، يضع كره في الشباك، والهستيريا على مستوى المدرجات، فرحه كبيره للجماهير المغربيه بهدف سوفيان بوفال في شباك الحارس ويفرتون. نصف ساعه كانت كافيه للعناصر الوطنيه من اجل الوصول للمرمى. حكيم زياش خد الكره بشكل ممتاز، انطلاقه كان تمريره، كان خطا على مستوى التمرير بلال خنوس، ثم استرجاع الكره، لاحظوا المناطق ديال المنتخب البرازيلي، تمريره ممتازه، ثم خطات الكره لسوفيان بوفال، ما زاد مرقص، وضع الكره بهذا الشكل وبهذه الطريقه وبهذه الجماليه، واللي خلى ما كاين اي رده فعل اللي هو فيرتون. تابع هذه المحاوله، سوفيان بوفال يضع الكره في الشباك، وفرحه كبيره للاعبي المنتخب الوطني المغربي. تابعوا من جديد، سوفيان بوفال خطا الكره بشكل ممتاز، ولانه كان عاطي الحارس المرمى بالصدر الظهر عفوا، فما تمكنش ويفرتون من ابعاد الكره. هدف اول وهدف مستحق لفائده المنتخب الوطني المغربي. اذا تغيرت النتيجه هنا في الملعب الكبير بطنجه لفائده المنتخب الوطني المغربي، لفائده اسود الاطلس امام منتخب عسيلي صاو الاول عالميا. فرحه كبيره للصغار وللكبار في هذه الامسيه الرمضانيه. اذا 1-0 لفائده المنتخب الوطني المغربي. او تدخل ليس بهذا الشكل، وهذا كيبين النرفز الان عند لاعبين ديال المنتخب البرازيلي، تمنوا انهم ما يمشوش معاهم، تمنوا ما يمشوش معاهم، لان التدخل كان واضح، هو تاني الحكم غادي يكون عنده القرار، الحكم غادي يكون عنده القرار امام اندار رامون مينيزيس، وهذا كيبين كما قلت مشات كرة طويلة في اتجاه لاعب فينيسيوس، خروج ياسين بونو، ياسين بونو هو اقرب للكرة، كان يتمكن من التدخل، خروج دائما ديال حارس المرمى، حماس منخفض على النظير، كنعرفوا الشغف ديال الجمهور المغربي، هذه فرصة خطيرة وتخطف المرمى، لحسن الحظ تسديدة للاعب رودريغو سيلفا، التسديدة ديالو مشات فوق المرمى، المدرب اسمه لويس انريكي، مشات كرة في الجهة اليمنى، يوسف انصيري، يوسف انصيري مشى دائما على مستوى الجهة اليمنى، إمكانية تمرير يوسف انصيري، شو دائما يوسف انصيري، تمريرة فرصة فرصة فرصة، حكيم زياش، فرصة الهدف، حكيم زياش كان بإمكانه يوضع الكرة في الشباك، لعبات بطريقة ممتازة، لاحظوا ردة فعل ديال وليد الكراكي، وحكيم زياش كان بإمكان لسوفيان بوفال، المنتخب الوطني المغربي قائم جولة أولى مثالية، فرصة فرصة فرصة، فرصة أخرى لفائدة المنتخب الوطني المغربي، عز الدين أناحي يسدد في الوقت اللي المطالب بأن هناك لمس على الكرة، وبالتالي نتابعوا من جديد، عز الدين أناحي خذ الكرة، سدد، أعتقد أنه بالفعل لمسات الكرة، لعب ميليتاو، هذا المنتخب البرازيلي للتمرير داخل منطقة الجزاء، تسديدة، تدخل الدفاع، حكيم زياش وإخراج الكرة بشكل ممتاز، طرف لعب أليكس وفينيسيوس جونيور، كانت خطيرة هذه التسديدة، مشات فوق المرمى، فينيسيوس جونيور يسدد مباشرة للمرمى، لاحظوا بأنه كان شيء ما تقدم ديال ياسين بولو، يسدد بكل قوة، ولو أن أعتقد بأن لعبات الكرة، كرة خارج أرضية الملعب، كرة خارج أرضية الملعب، كانت فرصة خطيرة لفائدة المنتخب البرازيلي، كان صعود ديال روجر إيبانيز دا سيلفا، لاحظوا لعبات الكرة الطويلة، حاول المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي كان تدخل ديال سوفيان أمرامات، الحكم كيعلن خطأ لفائدة المنتخب البرازيلي، الحكم اعلن على خطا، ما عرفش علاش. اذا في هذا الاثناء حكم المباراه يعلن على نهايه الشوط الاول بتقدم المنتخب الوطني المغربي بهدف للا شيء، هدف سوفيان بوفال اللي كيعطي تقدم العناصر الوطنيه في انتظار جوله ثانيه ان شاء الله تكون فيها اهداف وابداع كذلك من المنتخب الوطني المغربي والعناصر الوطنيه. اشكركم، هذا هشام فرج احييكم، القاكم عند بدايه الشوط الثاني، الى اللقاء. القاري
هذا المنتخب الوطني المغربي زخم مستوى اللاعبين وكذلك الحضور ديالو دائما المتميز على المستوى العربي على المستوى الافريقي وعلى المستوى العالمي. كاس قاريه واحده فهذا يمكن غيخلينا وغادي يدفعنا ان شاء الله بانه نبحثوا على لقب ثاني لما لا بكوت ديفوار من اجل انه هذا الجيل يتمكن من كيف المعدة. المنتخب الوطني المغربي مرة أخرى أشرف حكيمي، حكيمي حاول يمرر تسديدة قوية لحكيم زياش ولكن الكرة كتجي بعيدة شيئا ما على مرمى الحارس ويفرتون. تابعوا من جديد هذه المحاولة حكيم زياش أمام لاعبين كبار لكن هذا تدخل ممتاز ياسين بونو، ردة فعل ياسين بونو بعد تسديدة قوية لرودريغو في الوقت اللي قلت بأن المنتخب البرازيلي اللي عنده لاعبين عندهم إمكانيات كتجي ردة الفعل ديال ياسين ممتاز. سفيان ديال آخر المستوى الوسط سفيان أمرابط، لاحظوا ثلاثة اللاعبين هناك خطأ، هناك خطأ واضح، خطأ واضح والإنذار أعتقد اللاعب روجر. بالفعل روجر رونيسون دا سيفا يسدد الكرة كتضرب في دفاع المنتخب البرازيلي. فرصة 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 عز الدين أناحي وتدخل الحارس ويفرتون لبعاد الكرة. عز الدين أناحي تسديدة قوية ممتازة وتدخل الحارس ليناشيت هذه المحاولة وسط لاعب فينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء وخطيرة، كانت خطيرة هذه المحاولة بالكرة بقوة داخل منطقة الجزاء وبحث على إتمام المحاولة بجزاء، محاولة خطيرة تدخل الدفاع دائما فرصة تدخل وإبعاد الكرة ممتاز. غانم سيس يتدخل ويبعد الكرة للزاوية، كانت فرصة بواسطة اللاعب روني وليسدد الكرة الأخيرة تدخل ممتاز. كانت مطالبة بخطأ بلمسة يد في الوقت اللي استرجع الكرة أمام يوسف أنصيري خطيرة والهدف، هدف تعادل لفائدة المنتخب البرازيلي، هدف بواسطة العميد كاسيميرو. ياسين بونو كان بإمكانه أنه يحصل الكرة ولكن الكرة كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك، هدف أول لفائدة المنتخب البرازيلي، فرحة ديال الجماهير كذلك البرازيلية الحاضرة وفرحة كبيرة للاعبي المنتخب البرازيلي العودة في نتيجة هذه المباراة. سنتابع مرة أخرى، كان خطأ المستوى التمرير، استرجاع الكرة من طرف لوكاس، تسديدة طرف اللاعب والعبيد كاسيميرو اللي كيوضع الكرة في الشباك، هدف أول لفائدة المنتخب البرازيلي. إذا كاسيميرو كارلوس لاعب فريق مانشستر يونايتد، لاعب سابق لساو باولو ولبورتو ولفريق ريال مدريد. إذا أصبحت النتيجة الآن هدف لمثل بين المنتخبين. لاحظوا الفرحة كذلك ديال رامون مينيزيس مدرب المنتخب البرازيلي بهذا الهدف، هدف تعادل خبر الوطني المغربي. رفعت كرة داخل منطقة الجزاء، فرصة فرصة نصير نصير مزراوي إمكانية تمرير داخل منطقة الجزاء، رفعت كرة فرصة والرأسية، كانت الرأسية والمحاولة أخرى يحيى عبد الله رفع كرة فرصة فرصة هدف فرصة هدف هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي، هدف ثاني بواسطة لاعب الصابري عبد الحميد الصابري ورقة رابحة. من حقك فرح، من حقنا الجميع نفرحوا يا وليد، من حقنا نفرحوا بهدف ثاني في شباك منتخب سيليساو. عبد الحميد الصابري يضع الكرة في شباك، فرحة كبيرة أمام منتخب برازيلي ومنتخب برازيل إفريقيا والعرب. تابعوا المحاولة ممتازة، تمريرة والعرضية داخل منطقة الجزاء، اخطأت الكرة للاعب عبد الحميد الصابري بعد تمريرة من يحيى عبد الله، تسديدة قوية تعانق الشباك الحارس ويفرتون والمنتخب الوطني المغربي يتمكن من انه ينتزع مرة اخرى تقدم امام منتخب البرازيلي. تابعوا المحاولة، قطعت الكرة في البداية للاعب وليد شديرة ولكن عبد الحميد الصابري هو من تمكن من التسديد بقوة لعبد الحميد الصابري، يضع الكرة في الشباك، هدف ثاني
لفائدة المنتخب الوطني المغربي. جوج الأهداف مقابل هدف واحد، فرحة كبيرة بهدف ثاني في شباك البرازيل، وهدف سيبقى للتاريخ كما قلت. جوج الأهداف تفرى فينيسيوس الجونيور حاول الدخول داخل منطقة الجزاء، تدخل نايف أغارد ممتاز، هناك خطأ، هناك خطأ بالفعل، تدخل أمام نايف أغارد، الحكم يتدخل ويعلن على خطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي. سنتابع مرة أخرى، لاحظوا بأن اللاعبين من المتقدم بهدف الهدف واحد في الوقت محاولة لفائدة المنتخب البرازيلي من الجهة اليمنى، تدخل أمام اللاعب والمدافع إيمرسون، تدخل وإبعاد الكرة، كان العودة لحياة عبد الله وكذلك سفيان أبرامط أمام إيمرسون دي سوزا، إيمرسون سقط وحرك بالعب في الوقت، خروج إيمرسون ودخول اللاعب أرتور سواريز، وقت محاولة كرة مشات خارج أرضية الملعب، ضربة والمتميز أمام منتخب عسيري صاو. إذا نهاية المباراة بفوز مستحق للمنتخب الوطني المغربي أمام المنتخب البرازيلي بهدفين لهدف واحد، هدفي سوفيان بوفال وعبد الحميد عصابري خلال الجولة الثانية في الوقت كاسيميرو سجل الهدف الوحيد للمنتخب البرازيلي. فرحة كبيرة للعناصر الوطنية وللجماهير المغربية بعد انتصار للتاريخ أمام منتخب كبير تحت قيادة هذا النجم كاسيميرو، مسجل الهدف الوحيد للمنتخب البرازيلي. فرحة كبيرة للعناصر الوطنية أمامنا سيد فوزي الخجاع الذي يهنئ اللاعبين على العطاء وعلى القتالية، وفرحة كبيرة للجماهير المغربية في هذه الأمسية الرمضانية للحكاية وللقصة بقية. أكيد غادي نحكيوها بشهامة وقوة شخصية أبطالنا وأولاد بلادنا، هي فقط البداية وما زال في جعبة منتخبنا الكثير. صراحة الله يحفظكم ويحفظنا جميعا ويخلينا دائما يد واحدة ويحفظ بلادنا وملكنا وشعبنا كنستاهلوا أكثر. شكرا لأجل